أبانكا هي أول قطعة بالوحدة الساسة مطلوبة من عندنا وزاري. ننتبه هسه حتى أترجمها لكم. I have been a banker. أنا أعمل كمصرفي for 20 years لمدة 20 عاما. And I love my job. وأنا أحب عملي. What makes it, ما الذي يجعله particularly interesting, وهذا ما يجعله ممتع تماما, is the variety, هي التنوع اللي بي. I have to do many different, أنا يجب أن أفعل أشياء مختلفة, things and use, وأستخدم number of different skills, عدد من المهارات المختلفة. No two days are ever the same, لا يوجد يومان دائما يكونان نفس الشيء, يعني ماكو روتين متكرر. Most importantly, والأكثر أهمية, we have to convince, لنقنع ال people, الناس to use, يستخدمون the bank. And one way, وطريقة واحدة to do this, أن نفعل هذا, is to offer, لنعرض new services, خدمات جديدة. For example, على سبيل المثال, for example, على سبيل المثال, we can attract, نستطيع أن نجذب students, الطلاب, by offering special students accounts, بعرض حسابات طلاب خاصة, if the bank, إذا كان المصرف, is close, قريب to university, للجامعة, or college, أو الكلية. We also advise, نحن كذلك ننصح people on the most suitable accounts, الحسابات الأكثر مناسبة أو ملائمة to their needs, لإحتياجاتهم. Another of my main responsibilities, والأخرى من مسؤولياتي الأساسية, is to decide, لأقرر whether, فيما لو, or not, أو لا, to give, لأعطي people or businesses loans, أعطي القروضات للأعمال, يعني أنا اللي أقرر أنطي يستحق قرض أنطي لو ما أنطي القرض. This is one way, وهذه طريقة, the bank uses, البنك يستخدم the money, النقود اللي people, الناس, put into their accounts, يضعونها الناس في حساباتهم. The money doesn't simply, المال ليس ببساطة sit there, لا يجلس هناك, but is used to make more money. طبعا يقصد به انه النقود ما تظل قاعدة بالمصرف, يعني لازم نشغلها على مود تجيب بعد فلوس اكثر. Many people, عديد من الناس, يحتاجون اللونز, القروض, for special project, لمشاريع خاصة صجاز, مثل buying a car, شراء سيارة, or a house, او منزل. We also lend, ونحن كذلك نعير, نقرض الماني, النقود, to people, الى الناس who want, الذين يريدون to start, ليبدأون their own businesses, مشاريعهم الخاصة. It is often up to me, وأنه في العادة يعود لي, يرجع لي القرار, to decide, لأقرر whether, فيما لو, the business, المشروع, is good idea, هو فكرة جيدة, or not, أو لا. And sometimes, بعض الأوقات, I must make suggestions, يجب أن أصنع اقتراحات, يعني أسوي اقتراحات, to improve, لأطور their plans, خططهم. For example, على سبيل المثال, if a man wants to open, إذا الرجل يريد أن يفتح bookshop, محل بيع الكتب, on a street, في الشارع, that already, الذي هو يكون تماما, be several bookshops, العديد بي من المحلات لبيع الكتب, I might suggest, أنا لربما أقترح, that he open, هو يفتح it on another street, في شارع آخر, يعني قل له ترى هاي هواي أكو محلات هنا في شغلك ما يمشي, he can get more customers, ممكن أن يحصل على زبائن أكثر. Unfortunately, لسوء الحظ, I cannot always approve, أنا لا أستطيع أن أقبل اللون العرض. This is a difficult part, وهذا جزء صعب of my job, من عملي, as I do not like to disappoint my client, يقصد بها أنه راح يخيب أملهم وما راح ينطيهم القرض, يعني في حالة رفض. Some bankers, وبعض المصرفيين, work mostly, يعملون تماما with the large companies, مع شركات كبيرة, while others have more to do with the small businesses, بينما يقتنعون بأعمال صغيرة, and individuals, مع الأفراد. But وكلا types, الأنواع of banking, can be enjoyable, ممكن أن يكون ممتعا. البانكس, المصارف, that work with the large companies, تعمل مع شركات كبيرة, can help them, تساعدهم to improve, لتطوير and extend, وتوسيع their businesses, أعمالهم أو مشاريعهم. This can be very interesting, وهذا ممكن أن يكون ممتعا, and exciting, مثير, as you have to be quite knowledgeable, وأن تكون على معرفة تامة about many different subjects, حول مواضيع مختلفة, if you work
with a company, تعمل مع شركة that makes chemical products. إذا أنت تشتغل لك شركة سوى منتجات كيميائية, for example, على سبيل المثال, you have to understand, يجب أن تفهم how the products, كيف المنتجات are made, كيف تصنع and used وكيف تستخدم. My main work, وعملي الرئيسي, is with individuals, مع الأفراد and small businesses, ومشاريع صغيرة. What I particularly enjoy, وما أستمتع به هو about this is that I met أقابل arrange different people, ناس مختلفين, سلسلة واسعة من الناس المختلفة. It is also very satisfying, وهذا يكون جدا مقنع, to be able أن أكون قادرا to help لمساعد to help them لمساعدتهم with their problems, مشاكلهم, and make difference in their lives, وأعمل شيء مختلف.